انا هبتدي اتبل الفرخه بتاعتي. هشوف مع بعض هنتبلها ازاي. هنحط مع بعض اول حاجه الزبادي علشان يطري الفراخ، وانا هسويها كلها على النار، مش هدخلها الفرن. فعايزه حاجه تفضل تخلي لونها فاتح وتخليها ما تتحرقش وتبقى في نفس الوقت طريه شويه. عندي ليمون يقتل كل الزفاره اللي في الفراخ، هاخد شويه في التتبيله وشويه احطه على الفرخه كده دايركت من جوه عشان يقتل اي حاجه، اي زفاره، يخلي الريحه حلوه. شويه جنزبيل فريش او مطحون، بس طبعا الفريش في اي تتبيله بيبقى احلى بكتير. عندي بقى الميكس ده خطير جدا لاي حاجه بتشوها، بالذات لو حاجه يعني هتشوها مش في الفرن، اللي هو البصل المطحون جدا، يعني تفرموه فرمه كويس جدا جدا جدا، وتصفوا ميته مع ثوم مفروم مع زعتر. الميكس ده بقى بيبقى الزعتر والثوم واخدين طعم البصل، فبيدي طعم وريحه قويه قوي في اي تتبيله. لكن لو هتدخلوا الفرخه دي الفرن، ممكن الفرمه بتاعت البصل تقل شويه، يعني تبقى مش مفرومه قوي كده، لانه في الفرن مش بيحروق، بنحط فويل، ففي حاجه بتعزل الحراره عن الفرخ. لكن لما بتبقى حاجه على جريل لازم تبقى كل حاجه كانها شبه سايله ليكويدز. يعني الباربيكيو صوص في الشوي بيبقى حلو جدا وبيديني طعم حلو ولون حلو بديل الصلصه. لو مفيش باربيكيو صوص ممكن تحطوا صلصه اللي هي الجاهزه تدي اللون وتكون ظريفه. زيت زيتون، وعندي رشه ملح ورشه فلفل. انا بقى مش حاطه بهارات شوي جاهزه او حاجه، فرشيت ملح براحتي. هقلب كل الخليط ده كده دلوقتي. بصوا الخليط علشان البصل مفروم كويس مع الثوم، على طول عمل معايا سمك حلو جدا، مفيش اي حاجه طالعه لبره، كاني بقلب زبادي مثلا. ده السمك اللي انا عايزاكم توصلوا له. حلو قوي كده. هاخد بقى دلوقتي الجريل بتاعي اسخنه، ونبتدي بقى نلبس الجلوفز ونبتدي نتبل مع بعض الفراخ ونشوف هنتبلها ازاي. بصوا طبعا الفرخة دي كل لما تشيلوا من العظم بتاعها كل ما هتلاقوا الطعم معاكم احلى وهتلاقوه اكتر كمان وبيستوي اسرع. العظم بياخد وقت كبير في التسوية، المسحب دي بتبقى فكرتها احلى جدا كمان، ان هي ما بتحتاجش نبهدل ايدينا قوي، يعني هي بتبقى شبه البانيه شويه بعد لما بنسويها، بتبقى ماسكه نفسها وحلوه، مش بتحتاج ان احنا نبهدل نفسنا في الاكل. ففي الصيف والحاجه تتعمل اسرع وما ناخدش وقت اكبر في المطبخ طبعا اظرف بكتير. عايزه الكاميرا تجيب كده شكل الفرخه عامله ازاي. هي مفتوحه، الوراك والصدور مفتوحين. جبنا الفرخه وطبعا تبقى فروك، قصيناها، شلنا العظم، دقناها، هي بتكون جاهزه كده، بتكون بالمنظر ده، مفتوحه كده ما فيهاش اي عظم، وفي نفس الوقت كمان تكون متسحبه من العظم تماما ومدقوقه فتستوي اسرع. بصوا حلوه قوي قوي زي ما انتم شايفين كده، فمش هتاخد وقت خالص. كل ما تعملوها فيها عظم قليل جدا، انا تقريبا عندي يعني حوالي 3 عظمات ولا حاجه، مش كتير خالص يعني. علشان بقى احنا بنسيب برضو عظمتين ثلاثه كده علشان برضو يمسكوا معايا على الجريل، يعني ما ينفعش اشيل العظم تماما فيبقاش فيه اي حاجه تمسك معايا على الجريل، لازم يبقى فيه اي حاجه تخلي للاخر الفرخه ماسكه نفسها ما تتفكش من بعض. فبنختار العظم اللي في الاول وفي النهايه علشان يفضلوا كده ماسكين معايا الفرخه. بنتبل بقى من جوه كده، وبما اني بقى مسحبه الفرخه وشايله عظمها فعندي مساحه ان ادخل في كل الحتت اللي جواها واتبل براحتي. التتبيله دي حلوه جدا بس ما تتسابش ليله علشان فيها بصل، فطعمه هيغير طعم الفراخ جامد. ما بحبش ابيت التتبيله فيها بصل كتير، فدي ممكن تقعد ساعة، هتمسك في الفرخة كويس جدا، مش محتاجة ان هي تقعد وقت كبير. تبل كده واسيب باقي التتبيلة، ابقى اتبلها وانا بشوي كده، ابقى ازود منها كل شوية. هحط شوية زيت صغيرين
شويه زيت صغيرين جدا في الجريل، وبعدين اصدم على طول الفرخه على جريل سخن جدا، اديها صدمه حلوه قوي، ونبتدي بقى بعد ما تشد الانسجه بتاعتها نبتدي بقى نقلل درجه الحراره. هصدمها في الاول على الناحيه اللي فيها عظم اكتر واللي فيها لحم من جوه وبعدين بره. هي كده تمام. هسيب بقى اللحم اللي من جوه يستوي كويس وتشد الانسجه بتاعته، وبعدين اطلع اقلبها للناحيه التانيه.